اعتقال حرائر البحرين هو خطوة كتير كتير يعني متقدمة بالإرهاب اللي عم يتطور وعم يستعمله النظام البحريني ضد مواطنيه. وطبعا هذا ما بيمثل للحضارة بأي صلة، بيدعي هو قدام العالم انه بيحترم كل الديانات، بيحترم كل العقيدات، وبنفس الوقت بيعتقل النساء، بيعتقل الأطفال، بيقتل الأطفال. هذا كله طبعا مستنكر ومدان، وكلنا لازم ندعم القضية البحرينية لأنه فعلا الإعلام مش مسلط الضوء كتير عليها ومظلومة. وطبعا بنطالب بإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن. رنا قاسم من لبنان.